اصدقاء اصحابي، اهلا بكم في حلقه جديده ومميزه جدا، لاننا هنتكلم عن لعبه اوريدي اتكلمنا عنها من حوالي سنه، ولكن اللعبه دي خدت تطوير طويل شويه من فريق اللعبه. واكيد لو خدت بالكم من الجرافيكس اللي احنا هنحصل عليه في اللعبه دي وتقنيات ونظام اللعبه المختلفه عن بقيه الالعاب، هتشكروا جدا فريق اللعبه ان هم قدروا يعملوا لنا لعبه بلاي تو ايرن فري تو بلاي ام ام او ار بي جي اوبن وورلد بالجمال والدقه اللي انتوا هتشوفوها في حلقة النهاردة. لعبتنا النهاردة زي ما مكتوب في عنوان الفيديو هي لعبة اولوفيوم، وزي ما قلنا لعبة اولوفيوم اتكلمنا عنها من حوالي سنة وشرحنا يعتبر معظم الاشياء المهمة عن اللعبة وفكرة اللعبة ونظام الـ NFT الخاص باللعبة. وكالعادة طبعا زي ما شرحنا العاب كتير قبل كده، واول ما اللعبة نزلت عرفنا ناخد اكسس عليها، لعبة اولوفيوم فعلا عرفنا ناخد اكسس عليها، وده طبعا بدعمكم المستمر وبلايكاتكم على الفيديوهات، فياريت ما تحرمونيش طبعا من دعمكم المستمر، لان ده بيساعدنا كتير جدا لما بنيجي نحصل على اكسس من الالعاب الجميلة زي لعبة اولوفيوم. زي ما قلنا فيديو النهاردة هيبقى تكملة لفيديو عملناه قبل كده، فياريت قبل ما تشوف فيديو النهاردة وتكمله ياريت تفهم الفيديو اللي فات عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبة لك. واكيد طبعا قبل ما تدخل اللايف اللي هنعمله بكرة هنزل طبعا الميعاد بتاعه كالعادة على سيرفر الديسكورد، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. فاتمنى انت تشرفنا في سيرفر الديسكورد عشان ميعاد اللايف ما يفوتكش، وكمان اللينك الخاص باللايف. طبعا كنا شرحنا كل الاشياء الخاصه باللاندنج بيج الخاصه بلعبه اولوفيوم ما عدا الستيكينج، والستيكينج ده انت بتدخل عليه بتعمل ستيكينج للعمله الخاصه بلعبه اولوفيوم، وعلى اساس الستيكينج بتحصل على جزء من الارباح الخاصه باللعبه. زي مثلا لو انت عملت ستيك للتوكنز هتحصل على ريوردز من الريورد بول الخاص بيهم، وهنا بيشرح لك ان نوع الريورد هيبقى عباره عن الف توكن اللي هي العملة الخاصة باللعبة اللي تقدر تتداولها على منصات كتير، والاس الف 2 هي الريوردز اللي هي الان جيم كرنسي اللي انت تقدر تستخدمها جوه اللعبة لما تكون لايف، ولكن ما تقدرش تتداولها بفلوس حقيقية على منصات التداول. ولكن شرطهم ان انت تحط جزء معين من الالف كفيستنج جوه البول الخاص بيهم لمدة 12 شهر مش اقل من 12 شهر يعني سنة، وبكده تقدر تحصل على ارباح من الاس الف 2 او الالف، وطبعا ده بيبقى محسوب على عدد التوكنز اللي انت عملت لها ستيكينج جوه البول. طبعا سعر العملة دلوقتي 54 دولار بعد ما وصل ل 2868 دولار من حوالي سنتين يعني في البول ران اللي فات، وانت شايفين الخسارة وصلت لحوالي 100%. فبالتأكيد انا مش هنصح اي شخص انه يخش في مجال العملات عامة او اي شيء من الاستثمار، انا بتكلم عن NFTs وبشرح لكم اللعبة، لكن الاستثمار او شراء العملات او الستيكينج عامة ودخولك في العملة ده بيبقى راجع ليك انت شخصيا على اساس قراراتك اللي انت بتاخدها. فاتمنى من اي شخص ان هو يحب يستثمر انه ياخد قراره على اساس رؤيته للمشروع او للعبة ويكون على مسؤوليته الشخصية. نخش بقى على الوايت بيبر عشان نشرح اكتر عن لعبة اولوفيوم، وهو ده الغرض الوحيد اللي احنا بنقدمه على القناة دي، مجرد تقديمات للعبة. كنا برضو شارحين معظم الاشياء ديت في الفيديو اللي فات، هتسيبه لكم في علامة الاي اللي فوق. نخش على الجيم اوفر فيو، وطبعا الاولوفيرز دولت برضو شرحناهم. نخش بعد كده على الاولوفيري، وده شيء جديد ما شرحناهوش في الفيديو اللي فات لازم اوضحه. طبعا احنا متفقين ان انت نزلت على العالم الخاص بأولوفيوم وهتلاقي اولوفيرز معينه، لكن الاولوفيري ده اول ما انت بتلاقي الاولوفيال ده بتاخده وبتوديه على مكان اسمه اولوفيري، وبتعمل عليه سيجنيتشر خاصه بيك انت بس، يعني انت اول شخص حصلت على الاولوفيال ده، والسيجنيتشر دي بتفضل معلمه عليه الى الابد، يعني حتى لو شخص تاني خده منك او انت بعته بعد كده السيجنيتشر دي بتبقى على الاولوفيال ده فوريفر، وبكده اسمك طبعا بيبقى موجود في عالم اولوفيوم الى الابد. لكن برضو ده شيء انت بتفضل تدور عليه عشان تقدر تحصل على السيجنيتشر الخاصه بيك دي جوه عالم اولوفيوم، فالموضوع هيبقى صعب الى حد ما. وغير كده المكان اللي انت استكشفت فيه الاولوفيال ده وعملت السيجنيتشر الخاصه بيك في الاولوفيري للاولوفيال ده، المكان اللي انت استكشفت فيه هيبان برضو السيجنيتشر الخاصه بيك اللي انت عملتها جوه الاولوفيري. طريقه اللعب برضو كنا شرحناها في الفيديو اللي فات، معظم الاشياء اللي احنا مش هنشرحها في الفيديو النهارده عن الوايت بيبر
هتلاقوا شرحها في الفيديو اللي فات. الحاجات انت تقدر تشتريها جوه بالإثيريوم وهو الشارد كيورينج، طبعا هو بيشرح نفسه وهو بيقول لك ان ده بيعالج الالوفيالز او بيعالجك انت جوه الباتلز، والامبيوز اشياء من الجيم زي مثلا الويبونز او الدرونز اللي انت هتستخدمها، وده طبعا بيبقى عباره عن NFT، والالوفيوم ريفايفل اللي لو انت مت او اي NFT خاص بيك مات او اي الوفيال مات تقدر ان انت تصحيه بالالوفيوم ريفايفل، الاوبليسك ترافل وده بتستخدمه في السفر من مكان لمكان جوه الاوبن وورلد ده، والانهانسمنتس هي بتعمل لك بوستس للالوفيالز بتعلي لك من قدراتها والستات الخاص بيها. بعد كده معانا الافينيتيز، الافينيتيز دي هتبقى العناصر اللي الالوفيالز بتاعتك قادره ان هي تضرب بيها، زي بقى عندك الميه والنار والارض والهواء والطبيعه، دي العناصر اللي الالوفيالز تقدر تضرب من خلالها، وطبعا كل الوفيال هيبقى ليه الافينيتي الخاص بيه. بعد كده معانا الكلاسز، وهنا بيقول لك ان هيبقى في برضو 5 كلاسز، منها الفايتر والجارديان والروج والبيسيون والامباس، وفي اغلب الباتلز اللي انت هتاخدها جوه عالم الوفيوم هتحتاج ساعات فايتر وروج مع بعض، عشان ده هيديهم كلاس جديد تماما هو سلاير، وده هيبقى افضل بكتير من الفايتر لوحده او الروج لوحده. طبعا لو رجعنا الموقع هنلاقي هنا الوفيوم بيتا مفتوحة حاليا، وهي دي اللي احنا هنجربها بكرة في اللايف، لكن اللي انا عايز اوريه لكم ان هيبقى فيه 3 انواع من لعبة الوفيوم، وهي الاوفر وورلد، دي الاوبن وورلد، الارينا اللي هي هتبقى خاصة بالباتلينج، والوفيوم زيرو دي هتبقى عبارة عن عالم الوفيوم ولكن استراتيجيتك، يعني تقدر تلعب بطريقة استراتيجية من عالم لعالم او من قارة لقارة وهكذا. خلينا دلوقتي بقى اوريكم نبذة كده عن الجيم بلاي الخاص باللعبة وبالجرافيك اللي احنا هنجربه بكرة، عشان برضو اقدر اشرح لكم طريقة اللعب وايه هو هدفنا في عالم الوفيوم كشرح مبسط لعالم اللعبة الجامد جدا ده. طبعا زي ما قلنا انت اول ما بتنزل في الخريطة او في العالم الخاص بلعبة الوفيوم بتنزل في مكان وتستكشف في الالوفيالز اللي موجودة في الخريطة دي او في العالم ده، وبعد كده بتحاول ان انت تصطادهم، ومن الكور اللي هوريها لكم دلوقتي، والكور دي اول ما بتمسكها بتخش عندها وبتيجي تعمل انتر اكت، وبكده بتخش انت والالوفيال اللي مسكته ده في باتل مع بعض. وطبعا اول ما تخش على الالوفيال وتحاول انت تكسبه بالالوفيالز اللي انت اوريدي حاصل عليها، بتحصل على الالوفيال ده من خلال الروبوت اللي بيبقى ماشي جنبك والشاردز اللي انت بترميها عليه، وبكده انت حصلت على الوفيال جديد من استكشافك للعبة الوفيوم. وبتعمل نفس الموضوع ده لأي الوفيال انت بتحصل عليه او بتصطاده من عالم الوفيوم. طبعا زي ما انت شفتوا هو رجع الالوفيال تاني عشان استخدم شارت غلط، ودلوقتي بيستخدم شارد تاني جديد للالوفيال ده، وهنشوف ايه اللي هيتم، لان طبعا الشاردز دي مهمة جدا ان انت تملك الالوفيالز اللي انت هتكسبها في الباتلز جوه لعبة الوفيوم. وده كان الشارد الصحيح للالوفيال ده، وبكده حصلت على الوفيال جديد اسمه ليزر ايرث فالانتي، والكلاس بتاعه روج والاليمنت ايرث، وبكده اقدر ان انا استخدمه في الباتلز اللي انا هخش عليها في عالم الوفيوم. اكيد طبعا لو عوزت ابيعه هقدر ابيعه، واكيد طبعا لو عوزت ان انا اعمل فيه اي ابجريدز او اي سيجنيتشر هقدر اعمل برضو في الموضوع اللي احنا شرحناه من شويه. ودلوقتي نقدر ننهي حلقتنا، اتمنى كل الناس طبعا تكون دخل سيرفر الديسكورد عشان ما يفوتهمش الميعاد واللينك الخاص باللايف اللي هنعمله عن لعبة الوفيوم بكرة، واكيد طبعا اللايك الجميل عشان نكمل سلسلة لعبة الوفيوم ونقدر نشرح قدام في المستقبل عن كل شيء تحتاجوه عن لعبة الوفيوم. شكرا لكل اللي شافوني واللي هيشوفوني واللي بيشوفوني، اشوفكم على خير في اللايف المشوق جدا بكرة للعبة الوفيوم. سلام.